طبعا شوف يا جماعة الخير، كثير من الناس غير قمشه، بس قبل تغير القمشه في شيء لازم تتأكد منه وتغير. عطني شوف الخبر هذا، الخبر هذا هو اللي رايح وجاي، هذا لازم يتنظف حتى يسهل الروح والجي. شوف هذا معلق، شفته حتى قدك، شفت كيف؟ هذا لازم يتنظف لانه يجي عليه جير، واحيان تضغط فرامل ما يرجع بالشكل الكافي، يبدي يحك بس انت ما تنتبه. شفت طلع بالقوه الحين، هذا راح يتصنفر وراح يتنظف وراح يرجع زي ما كان. ليش؟ حتى الفرامل تفكها يرجع الهوب، يرجع هذا ما يكون في اكل زي ما تقول تغير ولا كل 4 شهور، لا زي كذا تغيركم يمكن فوق 7 شهور 8 شهور. لكن المشكله وين؟ المشكله زي ما ذكرت لكم ان هذا لازم يتصنفرن، لازم يكون حرات رايحات جايات بكل اريحيه، حتى ما يضغط القماش هنا ويبدا يحك وانت ما تنتبه، ويبدا ياكل القماش وانت ما تنتبه، يكون عمره اقصر. عشان وصلتكم المعلومه، زي كذا لازم صنفره وتنظيف ترجع تطبق.